يقول في رسالته: إذا اتفق زوجان على استعمال حبوب منع الحمل وذلك ليس لأسباب مرض الزوجة بل أن اتفق أن يكون لهما 4 أولاد فقط وتحقق حلمهم واستعملت الزوجة بعد ذلك الحبوب بموافقة زوجها، فما حكم ذلك وما حكمها لو استعملتها بعدم موافقته؟ فهل في هذا إثم وخلاف للشريعة؟ أما استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضا زوجها فهو حرام عليها، لا، لأن لزوجها الحق في الأولاد، وكثير من الناس إنما يتزوج لطلب الأولاد. وأما استعمالها للحبوب بإذن زوجها فهذا إن كان ثمة حاجة من كون المرأة يرهقها الحمل ويشق عليها إذا توالى عليها الحمل، لا سيما إذا كانت ممن يحمل سريعا، فإنه لا حرج حينئذ في استعمالها، لا، بإذن الزوج. وأما إذا لم يكن ثمة داء ولا حاجة فإنه لا ينبغي استعمالها، لأن ذلك ينافي ما هو مطلوب شرعا من كثرة الأولاد، فإن كثرة الأولاد أمر مطلوب ومحفوظ أيضا، وهو من عز الأمة، وقد امتن الله تعالى به على بني إسرائيل حيث قال: وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكره نوح قومه حتى حيث قال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والنبي عليه الصلاة والسلام يباهي بأمته الأنبياء يوم القيامة. وكون هذا الرجل وزوجته يتفقان على أن يكون أولادهما 4 فقط، هذا خطأ منهما، فإن هؤلاء 4 قد يموتون أو يموت بعضهم، ثم إنه من الذي قال إن حد الأولاد 4 فقط؟ بل كلما كثروا فهو أفضل وأعز للإنسان، وعسى الله أن يجعل فيهم خيرا وبركة وعلما وجهادا في سبيل الله، فلا ينبغي هذا السؤال منهما. نعم، أثابكم الله.